للوقوف عند حريق المدينة المائية في النجف وأسبابه وتداعياته ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. إذا ما تحدثنا عن التقصير، يعني ساعات قليلة كانت كفيلة بأن تلتهم النيران المدينة المائية في النجف، انتقلت النيران كما تعرفون بسرعة مذهلة. من المقصر أستاذ بهاء؟ تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناة رافدين. بالحقيقة كثير من الأطراف هي مقصرة بهذا الموضوع. أولها يعني المحافظ السابق اللي سمح بتجاوز الخلاف، المشاكل اللي نبهت عليها مديرية الدفاع المدني وذكرت بأنهم يستعملون مادة السندويش بانل لبناء هذه المدينة، وبالتحديد هذه المادة تم منعها من سنة 2013 ومنع استخدامها في البناء، وما زال حتى الآن المشاريع الاستثمارية يستخدمون هذه المادة في بناء المدارس وبناء المستشفيات والمحال التجارية والمشاريع الاستثماراتية هذه دون الرجوع إلى القانون ودون تطبيق القانون ولا سلطة للدفاع المدني حقيقة، رغم أنهم حاولوا قدر الإمكان تبيان الأخطاء اللي موجودة والتجاوزات في عملية البناء، لكن مثل ما ذكر تقريركم أنه حتى القضاء لم يتمكن من إيقاف المشروع هذا وتجنيب الأهالي هذه الكارثة المادية اللي حصلت بممتلكاتهم. والحمد لله رب العالمين أنه الحريق حصل يعني مساء الساعة 12 بالليل، ولا كانت ممكن أنه لا سمح الله حتى خسائر بالأرواح كان ممكن أن يؤدي هذا الحريق مثل ما حصل في مستشفى الناصرية قبل سنتين، أيضا هي مبنية كانت من السندويش بانل وأيضا كان ماخذها مستثمر، وبهذه الطريقة اللي يدار بها العمل الاستثماري في العراق وهيئة الاستثمار تعطي مشاريع من دون الرقابة بسبب سطوة الميليشيات ونفوذها داخل هذه المؤسسات، وبالتالي يجني المواطن أخطاء أو يدفع المواطن أخطاء الفساد والمحاصصة اللي موجودة وتسلم مناصب لأشخاص ليسوا كفوا لها. نعم. أستاذ بهاء، أصحاب المحلات قالوا إن المستثمر اللبناني الذي هو مالك المدينة قام بنصب منظومة إطفاء بعد حريق سابق في المدينة، لكن تبين أثناء الحريق أن هذه المنظومة مع الأسف أنها لا تعمل. أليس من المفترض أن مديرية الدفاع المدني تشرف على موضوع منظومة إطفاء الحرائق؟ بالتأكيد هذا واجبهم وهذا عملهم، لكن أنت لما الآن تحاول أنه تلقى مكان مكمن الخلل في مكان معين وتطرح هذا الموضوع على المحافظ وإلى القضاء ويوصل الموضوع إلى أعلى الجهات المختصة وبالتالي يتم تمرير الأمر وكأن شيئا لم يكن، فبالتأكيد تكون عندك ردة فعل بأنك حتى لو إن نبهت عن وجود منظومة إطفاء غير لا تعمل بالتأكيد سيتم تلافي الموضوع من خلال يعني احنا نقول التداخل اللي موجود داخل الميليشيات والرشاوي وكذا والفساد اللي موجود في دوائر الدولة، ويتم تسيير الموضوع كأن شيئا لم يكن. هذا اللي يحصل حقيقة، لأنه الآن لو تلاحظ مديرية الدفاع المدني نفسها صرحت قبل أيام، يعني قالت أنه احنا فقط في النصف الأول من عام 22 13600 حريق، أغلبها 45% من عدها بسبب مادة السندويش بانل والمواد اللي يستعملوها، أكثر من 26000 حريق، 26400 حريق في عام 21، 58% من عدها بسبب السندويش بانل. لما المديرية تقدم هذه الأرقام المهولة اللي هي تعتبر يعني شيء كارثي بصراحة للناس وتقول لهم أنه هذا اللي يصير وتقدم نصائح للناس، وبالتالي لا توجد استجابة لا من الجهات القضائية ولا من الجهات اللي ممكن أن توقف عمل هذه المشاريع سواء دائرة الاستثمار أو المحافظة وتتخذ ضدهم إجراءات. لذلك الموضوع يعني تحس بعجز هذه الهيئة، هيئة الدفاع المدني تحس بعجزها، لأنه لا يعني حتى وإن قدمت النصائح فلا أحد يستطيع أو لا أحد يأخذ بنصائحها ويتم تمرير الأمر بسبب وجود نفس المشكلة اللي طرقنا لها اللي هي الفساد والمحسوبية اللي موجودة بداخل مؤسسات الدولة. أستاذ بهاء، رئيس هيئة الاستثمار في النجف ضرغام كيكو يقول بأن الحريق كان مفتعل، ما المصلحة من إحراق هذه المدينة إذا كان كلامه يعني يصيب كبد الحقيقة؟ هو حتى الآن تحقيقات الدفاع المدني ووزارة الداخلية ما أكدت أن الحريق مفتعل، لكن وإن يعني لو سلمنا بالأمر
انه الحريق مفتعل. هذا الحريق يعود بنا للوراء الى حريق مستشفى الناصريه، عندما حاولت بعض الجهات ان تضرب جهات سياسيه اخرى من خلال يعني حرق المستشفيات واسقاط اعمده الضغط العالي في تلك الفتره، وحصلت بعض الاحداث الامنيه بانفجار في مدينه الثوره في تلك الفتره. كل هذه هي صراعات سياسيه يدفع المواطن ثمنها. فحتى وان كان هذا الحريق مفتعل فهو اكيد يعني حيكون مفتعل من قبل جهه ميليشياويه او جهه سياسيه تحاول التاثير على المستثمر لاخذ نصيبها من هذه الكعكه الفاسده، وهذا واقع حاليا موجود بالعراق. يعني انا شفت بعيني يعني حتى مشاريع تبليط شوارع، يعني تعبيد شوارع، تم قتل حتى العمال اللي في الشارع اللي ضغط على المستثمر لبيع المشروع، يعني قتل ناس في الشارع، يعني عمال تبليط قتلوا في الشارع قرب جامع ام الطبول من اجل انه يخاف المستثمر ويترك المشروع الى مستثمر اخر عراقي لديه تواصل مع ميليشيات. هذا الامر معروف. هل يمكن ادراج الحرائق المتكرره ضمن خانه الفساد الحكومي؟ نعم بالتاكيد. نعم الحرائق، شوف مديرية الدفاع المدني تحاول قدر الامكان تحذير المواطنين، وهنالك اجراءات يتم اتباعها لتجنب الحرائق، يعني للوقايه من الحرائق. وحتى ان حاولت يعني فرض يعني قوانينها على المستثمر لن يطيع المستثمر ولن يلتزم بالقوانين، لانه يعلم جيدا بان هنالك من يحميه من القانون داخل العراق، وبالتالي لا تستطيع ان تفعل شيء. بالتالي هو كله فساد حكومي، يعني لا توجد جهه يمكن ان تبرئتها من ما يجري. حتى الدفاع المدني لا يمكن تبرئتهم، لانه كان المفروض منهم ان يكونون اكثر قوه واكثر صرامه بالتعامل مع هذه المشاريع اللي ممكن ان تتسبب بضرر وخطر على المواطنين. هذا الامر يعني كل يعمل من مكانه. اذا انت خضعت وانا خضعت وغيري خضع، اذا نسلم البلد الى الميليشيات ونتركه وخلص، بعد ماكو داعي لا نستثمر ولا نسوي استثمارات. واساسا هي المدينه الاستثماريه هي مقدمه على اساس انه هي مدينه مائيه، وصار بها مخازن وصار بها محلات وصار بها اكثر من 100 محل، اللي احترق اكثر من 100 محل. انا ما شايف مدينه مائيه بها 100 محل، يعني حتى لو مولها مصريج حقيقه. يعني هذا كله بسبب الفساد. يعني عبر اسكاب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.